تغيرش المحطة، شتاتا شتاتا ما تغيرش المحطة. ولو شفت البنت كلبس قل للراجل العناب يعدي عليك ميسي، الراجل العناب والكورة بقلب ميسي، الراجل العناب ويغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص. يقدر يرشح نفسه في انتخابات الرياسة، باشا على مزاجه الراجل العناب، تلاقيه وقت ما تحتاجه الراجل العناب، وبيعمل كل حاجة زي ما قال الكتاب. تسير بيه، الناس اللي حضرتك طلبتهم جم بره، خليهم يدخلوا يا مدحت. خش يا حاج، خش يلا اسرع شوي. اهلا رجاله. اهلا بيك يا باشا. ما انا سالت وعرفت ان انتوا اكبر تجار موس في مصر. بالظبط يا باشا، امرنا. الامر لله. بقول لكم ايه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. شايفين الموزه دي؟ ايوه شايفينها. نمسك لففوها عليكم كده، وعايز اعرف شفتوا الموزه دي فين قبل كده، وفكروا كويس، مش عايز اجابه سريعه. مش عارفين يا باشا. ما شفتوهاش قبل كده؟ اه ماشي. ده احنا لما الرصاصه بتتضرب بنعرف اتضربت من انهي مسدس وامتى والساعه كام. مين فيكم بيزرع الموزه؟ مش احنا يا باشا. يعني ايه مش انتوا؟ ده 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 سيب ابني يا مدحت. ايه ده مدحت؟ سيبني الموزه هتفعص. سيبني يا مدحت. بقول لك انت وهو، اقسم بالله لو ما قلتوش مين اللي بيزرع الموز ده انا اكون ملبسكم محصول السنه كله. يا باشا مش احنا يا باشا، الموز ده مستورد من افريقيا ومش من عندنا. مستورد فعلا؟ مستورد فعلا؟ فعلا. طب ما تقول يعني بدل ما احنا دخلنا شمال كده. يلا حصل خير. ماشي، نورتونا يا رجاله. متشكرين. سلام عليكم. سلام يا باشا. سلام. اسمين يا حاج؟ لا يا باشا مفيش حاجه. مدحت. بامر يا فندم. كلم خبير وزاره الزراعه وخليه يجي لنا على مكتب فاروق بيه. بيرم تعال تعال. في ايه يا فاطمه؟ بتقعدي ما تهدي شويه، انت حابه وصلنا الجوازه. الراجل اللي اسمه زمبانيتا دوت هيصه اسمه هيصه. احنا متفقين القاعه 50 كرسي ليهم 50 كرسي لينا، ليه بيحتل الكراسي بتاعتنا؟
فاطمة ما هم عازمين ناس كتير واحنا مش عازمين حد. ولا مش مهم، الاتفاق اتفاق والوصول وصول. انا عايزه كراسيه فاضيه يا اخي، عايزه اتفرج عليهم كده واستمتع. بياخدوا كاسي بتاعتنا ليه؟ ماشي يا فاطمة انا هكلمه. روقي انت بس، يروح قول له بقى يفضي الكراسي. حاضر انا هتكلم معاه. السنة ده منظر ام فرح ابنها النهارده؟ لا لا مش ده اللي مزعلك، في حاجه تانية مضايقاكي بصراحه. اقول لك منال، منال عماله اتصل بيه اتصل بيه ما بيردش عليا من ساعه ما كان معاك اخر مره. طب انت زعلته في حاجه يا بيرو؟ انا قلت له حاجه يا بيرو؟ انا ضايقك قول لي عادي مش هتضايق. قول لي انا برضو هزعل واحد جاي يتجوز امي وداخل البيت من بابه؟ انا بالعكس، ده انا عاملته زي ابويا بالظبط، وقلت له كمان ان احنا لازم نكتب الكتاب بسرعه لان انا ما عنديش امهات يمشوا مع رجاله من غير ما يكون في حاجه رسمي. برافو عليك، عين العقل يا حبيبي. وهو بقى قال لك ايه؟ بصي هو بلم كده ووشه جاب الوان وقال لي ان هو الصراحه مش مستعد للجواز دلوقتي. قال لي ان هو كان عامل حسابه ان انتوا تقعدوا سنه قريم فاتحه، سنه مخطوبين، سنه مكتوب كتابكم، سنه تتجوزوا وسنه تطلقوا. هو انا عمري فيه كام سنه عشان هو يضيعهم لي؟ مثلا انا قلت له الكلام ده، قال لي ان هو هيفكر وهيرد علي. اكيد كلمك قال لا ما كلمنيش، بقول لك عماله اتصل بيه تليفونه مقفول. اوبا كده كده الواد ده مش جدي. انت شايف كده الواد ده مش جدي؟ من ربنا يا فاطمه ان ربنا خلصك منه قبل الفشمه تقع في الراس. هو هيكون حصل ليك حاجه؟ احترم نفسك، كلم عمك كويس. الله الله الله، انت فاكر نفسك ايه بتتكلم مع واحده صاحبتك في الشارع؟ انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ في حد يقول لامه كلام زي ده؟ انت علاقتي ليه ما كنت كويسه؟ كنت كويسه. كنت كويسه ليه؟ عشان كان ليا هدف. هدفي ايه؟ ان جوازتي مننا متعدي وسيادتك توافق عليها. بس طالما بقى بايظه يبقى تتلم وانت بتكلم امك. ايه ده؟ هو ايه اللي ايه ده؟ حتى الجوازه دي الجوازه المقرفه المنحطه دي انا برضو كنت موافقه عليها عشان جوازتي انا من منع متعدي. بس طالما بقى بايظه خليهم يسمعوا بايظه ها؟ العروسه المخروبه دي السكن هندي دي ها؟ مش هتشوف يوم عيدك في بيتي. نسب ير قوم قاعد دور. عامل ايه؟ مراتك حامل ولا ليه؟ قاعد من حاجه. ايه يا عم هيثم قاعد بتنفخ كده ليه؟ لوليه البيئه ام العريس عماله تتكلم على اننا واخدين كراسي كتير. يا عم هيثم نفر، دول عالم زباله اساسا مش مقدرين ان هم مناسبين نجم زيي. انت يا جزمه امورنا يا دكتور. في 8 موبايلات اتسرقوا من اصحاب المودي ومديره المودي في الشغل اختصبوها في الحمام. لم الناس اللي معاك مش عايزين فضايح. حقق الكلام ده يا عم هيثم. يا عم بلاش قصرني بقى، الناس بتاعتنا عينيها مليانه، حتى العيال قرايب بخه كلهم ممسوكين. اهو قال لك ليه سوء الظن، الناس بتوعنا كلهم عينيهم مليانه، حتى قرايب الواد بخه كلهم ممسوكين. عينيهم مليانه؟ الناس بتوقف واقفين على الحمامات بسنج ومطاول بيقلبوا اللي خارج واللي داخل. حق الكلام ده يا عم هيثم. يا عم بلاش سوء الظن بقى، هتلاقيهم اهل العريس اللي بيعملوا كده. بلاش سوء ظن، هتلاقيهم اهل العريس اللي بيعملوا كده. يخلص اهل العريس مين؟ احنا ما عزمناش حد اصلا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انتوا عيله بنت كلب شمه، تعروا اللي ما يتعرش. لم الناس اللي معاك بدل ما اجيب الامن يرموهم بره. انت شوف الموضوع ده يا عم هيثم، مش عايزين عوا. ما تقعدوا على ترابيزاتكم بقى. اتفضل يا دكتور. ست الكل وربنا واكل الجو من العروسه نفسها. اقعد يا ست الكل. ميرسي يا عصفور. ايه ده؟ هو مش حضرتك بيرم المتحدث الرسمي للرجل العنبي؟ ايوه. ايه ده، هو انت معزوم في الفرح؟ في ايه يا ابله سلمى؟ انا مش لسه قايل لك ان اكل عريس. سلمى العمري رئيسه اللجنه الاعلاميه لحزب الصراحه راحه. عارفك طبعا، مش انت اللي صورت الرجل العنبي من غير بنطلون؟ دي قصه طويله قوي. عصفور عارفه كويس قوي، يبقى هو يحكي لك. على فكره انا ما كنتش جايه فرح خالص، بس اول ما عرفت ان العريس اخوك قلت لازم اجي على طول. استغفر الله العظيم يا رب. اقول لك حاجه، فكره ان انت تبقى المتحدث الرسمي للراجل العنابي دي فكره هايله، لان الراجل العنابي واضح ان هو حمار ومو جاهل وغبي ولازم حد متعلم زيك يسوق. لا ستوب، عندك هنا بقى رجل عناب. مين اللي جاهل وحمار وعايز حد يركبه؟ الرجل العناب ده نجم، ونجم كبير قوي كمان وكثير. فيها يا ابله سلمى؟ ايه يا عصفور اللي بتقوله ده؟ مين اصلها بتغلط بالجامد قوي يا دكتور. مالك يا عصفور اتحمقت له كده ليه؟ اشمعنى يعني لما انا غلط فيا ما اتحمقتليش كده؟ اصل انت بتغلطي بالجامد قوي. خلاص خلاص خلاص،
انا سايبه لك الفرح عشان تنبسط. ونتقابل تاني ان شاء الله يا استاذ بيرم. شكرا. وشكرا قوي يا استاذ عصفور على حسن الضيافه. طب استنى بقى، طب انت ايه مهزق؟ بس اتكيت عليها قوي. وبعدين اصلها هي وهي قاعده معايا كانت بتشتم فيا برضك، وهي قاعده معايا بتشتم فيه بقى. انت فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ فاهم، بس انا حذرتك قبل كده، قلت لك دي ملعب وبتلعب بيك. عقلي بيقول لي كده، لكن فؤادي مش راضي يصدق. لا خلي فؤادك يصدق، حتى لو صدق هعمل ايه يعني؟ ما تعملش حاجه، سيبها لي، انا اعرف العب الاشكال دي كويس. اصل كلمه الموز عربي، وقد كان العرب يسمونها بنان الموز، ثم جاء الاوروبيون واخذوا كلمه بنان والحرف الاول من كلمه الموز، ومن يومها اصبحت تنطق في غالبيه اللغات، ثم بعد ذلك اشتقت في باقي اللغات الاخرى. وثمره الموز في الحقيقه هي فاكهه استوائيه، موطنها الاصلي جنوب شرق اسيا وارخبيل الملاي واستراليا. عرفها العرب قبل الاوروبيين عن طريق التجاره. بقولك يا باشا، احنا مش مقدمين في كليه زراعه، ها؟ خش في المفيد. الموزه دي منين؟ ها؟ عشان ما تلاقيش الموزه عب ايه؟ ها؟ انت فاهم وانت راجل محترم. ها؟ فاهم. طب كويس انك فاهم، يلا. خلاص يا فندم خلاص، وصلني، ملوش لازمه الكلام. في الحقيقه ان ثمره الموز تزرع في افريقيا فقط، وبالتحديد في الغابات الاستوائيه في تنزانيا، في اقليم كوسوبوتو الكبير. ومن شكل هذه الموزة وملمسها يتضح أنها قد قطفت من شجرتها من أقل من 48 ساعة. حلو أوي. شوفوا لنا مين اللي بيستورد النوع ده من هناك، والشحنة دي وصلت من إمتى؟ ما هو ده اللي أنا مستغرب له جدا يا فندم، لأن جمعية هواة الموز المصري والمستوردين بطلوا يستوردوا الموز ده، لأنه في الحقيقة ثمنه غالي غالي جدا يا فندم. يعني أم الموزة دي إزاي دخلت من هناك لهنا في أقل من 48 ساعة؟ شرموتي بيه، حد بعت السداهة دي على الوزارة؟ واضح إن لها علاقة بالكاس. حد مين؟ ما نعرفوش، وأصاب عند الأمن ومشي. طب بقى شغال. شعبي مصر العظيم، أتحدث إليكم من غابات الأغوغو. الساحرة وليد هي التي سرقت كاس إفريقيا. طيب اتفضل أنت حضرتك. شكرا يا فندم، شاكرين جدا. يا مصيبة يا فندم، مصيبة. أدخل إيه وساحر إيه؟ كاس راح خلاص، شكلنا هيبقى إيه قدام الناس، قدام العالم؟ أرأي يا فندم إننا نتعاون مع الحكومة التنزانية، نعمل معاها كونتاكت، ونبعت فرقة كوماندوز تفور الراجل ده وترجع لنا بالكاس. بقول لك صحرا يا فاروق، صحرا. انت عارف قبائل افريقيا فيها صحرا بجد. تسمح لي اتدخل يا فندم؟ اتفضل. ايه رأي حضرتك لو نستعين بالعنابي في المهمة دي؟ تيسير، اسكت انت خالص. استنى يا فاروق استنى، قول. ايه رأيك يا فندم لو نعمل كونتاكت مع صريح الفيل ونقنعه انه يطلع العنابي يجيب الكاس؟ ايوه، بس ده يزود شعبيه العنابي واحنا مش ناقصين. ايوه يا فندم، بس احنا لو اقنعنا صريح الفيل انه يطلع الراجل العنابي في الدرة ويعمل العمليه باسم الحكومه المصريه مقابل بعض التنازلات السياسيه، اكيد هيرضى. وانا موافق، وعندي خطه تانيه. نبعت مع العنابي واحد من عندنا يرجع بالكاس ويخلص على العنابي هناك. ازاي يعني يا فندم؟ ازاي دي مش مهمه دلوقتي يا فاروق. المهم انك تروح لصريح تعرض عليه الموضوع وتعرض عليه اي تنازلات هو عايزها. انا مش هسيبك يا سافل يا حقير الا ما اسلمك البوليس او اعمل لك محضر. عايز تنهي على البوفيه قبل افتتاحه؟ جرايه يا ابلة، احنا معزومين زينا زعيم. ابلة معزومين؟ ولا انت تبع مين يا انا؟ عم هيصة. هيصة، ذكرتلي روح الحبايب هيصة، لما نطقت اسمه طريت على قلبي يا ام. حاضر. خد الولد ده امسكه احسن بيهرب. امسكه ايوه، حطه في اوضه الفيران وحرز عليه،
وبعت لي 18 واحد امن يحرسوا البوفيه ده لحين افتتاحه. عايزاك تعمل كل احتياطاتك، كهرب السور، حط اجهزه انذار، اعمل اي حاجه، المهم اديني فرصه افتتحه واصور العروسه والعريس معاه. حاضر يا فندم. تحقير تنحدر. الله 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 الله، ايه ست البنات مالها زعلانه ليه؟ لا ابدا، حاجات بسيطه بسيطه قوي تافهه بتنرفزني. اخص عليك كده، اتاخرت برضو. اخص عليك، هو ابنودي ده مش زي ابنك؟ امال انت بتقول ايه؟ ابنودك وامه في عينيا من جوه، وانا اقدر اتاخر برضو. بس ايه يا طبطة، ايه الحلاوه دي كلها؟ لا بجد حلاوتي قوي قوي. انت شايف ان انا حلويت عشان شايفني بعينيك الجميله دي؟ ما تكسفنيش بقى. تعالى تعالى عشان نسلم على ابنودي وتبارك له. تعالى. ما انا جاي من هناك فعلا، سلمت عليه وعلى العروسه. بس بصراحه يا طمطم ما انبسطتش، مش عارف ليه كده انقبضت. انا عارفه انت اتقبضت ليه، انا عارفه طبعا. لما شفت هذه العائله الحقيره اتقبضت، لما شفت شكل العروسه المتلخبط ده اتقبضت. العروسه صعبه قوي قوي قوي. لا والله، والعريس اصعب. يلا ربنا يجعلها اخر الاحزان. بقول لك ايه، ما تيجي ننفرد ببعض في ركن هادئ بعيد. عايز اسمعك، عايزك تحكي لي، تفضفضي لي، تقولي لي ايه اللي مضايقك يا طمطم. علم عبياه وسكته، اخيرا هلاقي حد افضفض له. وانا مش اي حد ولا ايه؟ ما تكسفنيش بقى. واحد اتنين تلاتة. سين سين سين، في حاجة بايظة في صوتك يا جماعة؟ لا تمام تمام مظبوط. الحقيقة بنقول الف مبروك للعروسين، والحقيقة انا محضر جاتوه صغير قوي لان العروسة حد يعز عليا، فهنقول ابنودي. ايوه ابنودي، الناس هنا نايمة ليه؟ ها؟ عايزين تناموا؟ طب فين أهل العروسة؟ أهل العريس طيب؟ دكتور غرام قال لي ما حدش جه صح. طيب نسمع، تحب تسمعوا ستات كتير؟ لا أنا مش سامع، أنا مش سامع، عايز أسمع. تسمعوا ستات كتير؟ طب يلا يا شادي، ستات كتير؟ يلا I'm gonna go to the
يا صريح، ولما قلت اخيرا لقيت راجل يهتم بيا ويحبني ويونسني ويملى عليا حياتي، طلع بيضحك عليا وبيلعب بيا. انت اللي طول عمرك عبيطه يا طنطا، بيندهك عليك باي كلمتين في الريق. عندك حق، انا عبيطه وساذجه كاني عيله عندي 18 سنه، بس اعمل ايه؟ مش لاقي راجل يقف جنبي، مش لاقي حيطه تسند عليها، ماليش ظهر، وجوز الخيل اللي انا مخلفاهم دول ولا ليهم اي لازمه، ده انا لو جريتهم على بعد 10 شقق كانوا اهتموا بيا اكتر من كده. هم فعلا ملهمش اي لازمه، عيال كلاب جزم، مش مقدرين النعمه اللي ربنا اداها لهم. طمطم دي جوهره، اكتب بالله جوهره، بس عايز الله يحفظها ويصونها. كلامك حلو قوي قوي، بيهدد مشاعري يا صريح. من قلبي والله، والله من قلبي. طمطم عارفه انا 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 حاسس بايه دلوقتي؟ ايه؟ حاسس انك وحشاني. شوفي قاعده قصادي، مفيش بينا نص متر، بس برضه وحشاني. طب ازاي دي تيجي؟ بتيجي ام كلثوم قالتها، وحشني وانت قصاد عيني، شاغلني وانت بعيد يا بعيد. كلامك حلو قوي يا صريح، حلو قوي، مش لاقي ارد عليك. انا مش عارف. طب وش احمر وش كده؟ يا ماي ده وقته. الو، ازي يا عرفات؟ ايه بتقول؟ ايه كاس افريقيا؟ يا بيرة يا بيرة يا بيرة، ما ينفعش ان انت بتعمله ده، حد من اهلي يشوفنا تبقى مصيبة. مصيبة ليه بس؟ احنا خلاص بقينا نسايب رسمي، وبعدين كلهم مشغولين جوه في الفرح. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ طه عايز مني ايه؟ طه لا، احنا بينا اتفاق، العنابي كسب سبايدر مان وهتخرجي معايا زي ما اتفقنا. انا وردت نفسي يا ربي ولا ايه؟ وردت نفسك ليه بس؟ هستناكي بكره الساعه 6 على اول الحار. لا بكره ما ينفعش، بكره الجمعه وانا بنزل اشتري لحمه الاسبوع كلها مع الواد سيد من الجامعه. لحمه الاسبوع؟ تشكيله الكلاب اللي بتطفحيها لنا لحمه الاسبوع؟ ماشي يا نتاشا، هستناكي السبت. السبت ده اجازه ابويا، ازاي يعني يبقى ابويا في البيت وانا مش قاعده معاه في البيت؟ ماشي يا نتاشا، هستناكي الحد. لا الحد ما ينفعش، اجازه المسيحيين، والاثنين ما ينفعش، اجازه الحلايين، والثلاث ما ينفعش نشوف له اي اجازه. جرايه يا نتاشا وانا هخطفك. يا بنت انا هفسحك، اخرجي معايا ومش هتندمي. خلاص الاثنين ان شاء الله. ماشي. ايه يا عم بيرة، انت واقف هنا وانا قلب الدنيا عليك؟ بالاذن بالاذن. انا بقى هادم الملذات مفرط الجماعات. نعم. ايه البنت الجامده دي يا ده يا رب؟ بقول لك ايه، انت واخد البنت الجامده دي جنب البوفيه بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا كنا بنتكلم عادي، انت دماغك راحت فين؟ راحت مشوار ورجعت يا اخويا. بقول لك ايه، انا مش فاضيله. يلا بينا ورانا شغل. شغل ايه النهارده؟ دخلت اخويا. دخله وليك عيب تقول في وشي دخله؟ دي مش دخله اخوك، دي خرجه اخوك. انت مش شايفه العروسه؟ وبعدين كاس افريقيا اتسرق، وفاروق المنشاوي مستنينا في المكتب، فهمت؟ يلا 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 يا حبوبي. انا اسف، طلبك مرفوض. انا مستعد ابعت العنابي يجيب الكاس، بس باسم الحزب. انا بدفع دم قلبي في الراجل العنابي ده. يا سيدي احنا سايبينك جوه البلد تعمل اللي انت عايزه بالعنابي ده، لكن اما الموضوع يمس سمعه البلد خارجيا اسمح لي بقى، لازم يبقى عن طريق حكومه. احنا هننفذ لك كل اللي انت عايزه سياسيا، مقاعد في البرلمان، رئاسة مجالس محلية. ولو حضرتك عايز تجدد رخصة العربية من غير ما تروح المرور مفيش مانع طبعا. والله يا فاروق بيه، حتى لو أنا وافقت مدير أعماله مش هوافق. أه صحيح، نسيت أعرفكم، الدكتور بيرم مدير أعمال الرجل العنابي. لا لا سيبولي أنا بيرم بقى. يا بيرو أنت مختلف فين؟ يلا ما بتتكلمش خالص ولا بتظهر في أي حتة كده. ها؟ اسال فاروق بيرم والله العظيم، وانا جاي بقول له بيرم لو عرف ان الرجل العنابي طالع لنا
هقول له هات العناب يا بيرو، هيقول لي خد وقتيتي يعني. ولا ايه؟ بس بيرو الصحفيه حاجه اللي بيننا والشغل حاجه تانية خالص، يعني احنا هناخد منكم العنابي وهنديكم طبعا حاجه في المقابل. ولا ايه يا عمي؟ بيرم انا تيسير يا بيرم، في انت مش فاكرني ولا ايه؟ ما تهبلش بقى قدام الناس بقى، ايه اللي انت بتعمله ده؟ حقيقة انا بشبع عليك، حاسس اني شفتك قبل كده بس مش متذكر فين الصراحه. ايه ده؟ انتوا كل ده وما تعرفوش بعض؟ بس انت خالص، ايه رايك في اللي قلته يا دكتور بيرم؟ رايي طبعا ان المهمه دي ممكن تعرض عنابنا للخطر، واخشى ما اخشى عليه من ذبابه السي سي. ذبابه ايه؟ سي سي. اه فعلا ذبابه السي بي سي دي في منتهى الخطوره على الحياه. انا ما عنديش اي استعداد عنابي يرجع لي بالملاريا، غير ان انا اللي فهمته ان القبيله هناك بتزرع الموز. حد فيكم عارف ان العنابي عنده حساسيه من الموز؟ انا مش عارف الموضوع ده خالص. غير ان العنابي عنده بلاوي متلتله هنا في مصر، هيسيبها ويروح هناك عشان يجيب حته كاس؟ يا فاروق بيه انا مش عارف انتوا معقدينها كده ليه؟ ما تجيبوا كاس فالصو من اللي بيتباعوا في التوحيد والنور وخلاص. لو سمحت يا حريص بيه، ده تضليل للراي العام. يابا هو حد هيجي مثلا يقول لك هدينا الكاس عشان نعايره عند السايخ؟ يا صريح بيه لازم نبقى موضوعيين، لازم تحط ايدك في ايد جهاز الشرطه عشان نرجع الكاس لمصر. ولا ايه؟ خلاص فاروق بيه مفيش مشكله. ايه ده اللي مفيش مشكله ده؟ ايه ده يا بيرو؟ مفيش مشكله، لازم نسبه حسن النيه لفاروق بيه. طيب يا نساء زين احنا، السلام عليكم. لا ما لسه بدري يا فاروق بيه. بيرو كلمني. ها انت بتعمل ايه؟ بقى انا عمال اضرب لهم مفك في السفريه وانت بتضحي بالعنابي عشان حته وزاره؟ ده انت في موقعك دلوقتي اقوى من رئيس الجمهوريه نفسه. تعبيط يا واد يا بيرم. يا غالي انا بس بهاودهم، انا فعلا عايزك انت والعنابي تطلعوا تجيبوا كاس، بس لما تطلعوا تجيبوه بقى عايزكوا تكشفوا الراجل بتاعهم اللي طالع معاكم، يعني عايزكوا انتوا ترجعوا بالكاس وهم يرجعوا بفضيحه، او منها نبقى وقعناهم في الغلط ومنها يبقى احنا خدنا بنط يفيدنا في انتخابات الرئاسه. افهم بقى. قصدك ان احنا نرجع بكاس افريقيا والداخليه ترجع بالملابس الداخليه؟ حلوه منك الداخليه دي يا بيرو. مامادو النقيب تيسير فهمي. كيف عرفتموني؟ لم اكن اتوقع ان تعثروا علي بهذه السهوله. احنا ما عرفناكش اصلا، انت اول واحد نشوفه من ساعه ما جيت. بس انت ازاي ابيض كده والناس كلها هنا سود؟ الا يوجد في امريكا سود؟ في امريكا سود. يوجد في افريقيا بيض. لا والله. ولكنهم يعاملوني معاملة سيئة، فالعنصرية منتشرة في افريقيا، فهم ينادوا علي بالعبد وينادوا علي ايها البواب ايها السفرجي. معلش يا عمود. طب يلا يا بواب. يلا يا عمود يلا.
والنبي يا مامادو خليه بس ينزلني في اي حته على جنب هنا وخليه لكم تاني. استنى بس يا دكتور، رايح فين؟ بيقول لك هنروح عند التماسيح. معلش شفيقه طالبه بس شويه حاجات حليب اجيبها لها. النبي هاجي لكم. ها بقول لك ايه يا النبي؟ امورنا يا باشا. انا مش داخل عليا موضوع شفيقه ده. ما تعرفش دكتور بيرا مروح فين؟ وانا مش عرفنا. انا انت مش سالت وجاوبك؟ ما تعرفش بجد ولا كون؟ بالله يا رب عدمك ما اعرف. صادق يا كذاب. اتريدون من الراحة قليلا؟ لا، نريد من الطعام كثيرا. اذا انتم جوع وتريدون طعام. انا واقع من الجوع. بص يا اخ مامادو، من الاخر احنا عايزين انضف واغلى واحلى محل هنا في الغابة. اذا زومبيا. اذا ساذهب الى المنزل لارتب لكم احتياجات النوم. طب ما تقعد تاكل لقمه الاول، ما كنت تاكل على الله. لا لا، ساكل مع زوجتي واولادي باذن. طب انتم مساء ايها الساده. صباح الفل يا باشا. هل هناك اخرون سينضمون اليكم ام انتم فقط الموجودون؟ لا لا، في واحد صاحبنا جاي بس هكلمه. انا استعجلت، هات لي المنيو بس. شكرا. شكرا. الو يا تيسير باشا، انت فين؟ انت اللي فين يا دكتور؟ بقول لك ايه، انا وقعت على حته مطعم هنا في الغابه شكله حدوته. ده انا جعان جدا. هو فين المطعم ده؟ بص يا سيدي، عارف وانت جاي من عند الشلالات؟ الشلالات اللي ورا بحيره التماسيح. ايه اللي عنده بحيره التماسيح؟ في تخريمه قدامها كده. اللي هي سيد قشطه يمين. اللي فيها سيد قشطه يمين، كمل بعد سيد قشطه هتلاقي ميدان في شويه قرود كده بس سفله، خد بالك هيلقوح عليك موز. لا انا واخد على كده من شفيق، انا مش حاجه من عند القرود، انا هخرم من عند النعامه الشقره. النعامه الشقره؟ النعامه الشقره يبقى خليها على شمالك وامشي على طول، عدي اول مطب، تاني مطب هتلاقي خرتيت، اركن عنده. ماشي شويه كده واجي لكم عشان بس في لسدد الطريق. سلامتك. انا عرفت انا هاخد ايه. ها بسرعه بقى والنبي عشان ميت من جوع. عرفت انت فاهم حاجه؟ المنيو كله مكتوب بالافريقي، انا مش فاهم حاجه. ما تعرفوش تكسبوا زبون انتوا على فكره، النبي عربي. بقول لك ايه يا باشا، اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سونجو. عسل يا سامي سونجو. بص يا سونجو، قول لنا بالبق كده ايه الحلو اللي عندكم؟ لدينا لحمه راس ممتازه. ايوه انا هاخد لحمه راس. لا انا ما بحبهاش انا. اذا اعطوني الفرصه لاقدم لكم اشهر اطباق من المخ والكبد والكلاوي واللسان. حلو ده، حلو ده. ماشي، تعمل لنا انت تشكيله على ذوقك. بس هات لنا لحمه راس على جنب. شكرا. عندكم استنى، عندكم حلو؟ عندنا حلو. طيب عندكم ايه حلو؟ عندنا اصابع ماركو. اصابع ماركو دي زي اصابع زينب عندنا كده. ماشي هات لنا منها دي. شكرا. من زمان ما اكلتش اكل حلو كده. الحمد لله. هذه صوابع ماركو. دي صوابع رجل ماركو؟ لقد اكلتم ماركو وهذه اصابع ماركو. يا نهار ازرق، ده انا اكلت مخاص يا جدعان. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. الضحك كونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونه. بس لما تيجي الجنونه يبقى اللهم اغسيك يا اسطى. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى وتقول عدوات كمان وكمان. بكرة برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة، برامو تيسير وعصفور حيضحكوا في اللي جابوه. هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. بكره هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. نفسنا نضحك زي زمان
الضحكة الحلوة وحشتنا. يجيب خاله يجيب عمه لا صارح الفيل ولا بيهمه. اتفرجوا على خفة دمه كف رمضان عامل قلبان.